الحقيقة ان الحفل كان مليء باللقطات المهمة والمميزة، وخلينا نتكلم في تفاصيل بقى تخص الموارد المادية والدخل اللي يعني هيكون لنادي الزمالك. وشايف ازاي شراكة زي ديت، شراكة بين الزمالك وما بين طبعا الشركة المتحدة للرياضة، فكرة توفير مزيد من الموارد المادية والدخل المادي لنادي الزمالك. وطبعا مبدئيا الشركه المتحده يعني كشركه بتحصل على رعايه نادي الزمالك، او هي بتسوق اسم نادي الزمالك وبتقدر تجيب رعاه للنادي، ده في حد ذاته شيء جيد. ليه؟ لان الشركه اسمها لوحده ضمانه زي ما بيقولوا، وشركه كبيره عملاقه بتقدر انها توفر لك رعاه يعني اسماء كبيره في الرعايه. وزي صحيح. ما قالوا برضو في الحفل ان انت مش بتدور على اي اسم وخلاص تحطه على التيشيرت عندك، لا، انا بجيب كيان كبير، كيان ليه اسمه في السوق يليق بنادي الزمالك. بالظبط كده، بيليق بنادي الزمالك وباسمه وبشعبيه نادي الزمالك. صحيح. فالناس في الشركه المتحده ناس بصراحه مميزين في الجزئيه دي. طب لو هنتكلم، كان في لقطة حلوة جدا برضو في الحفل، والمفاجأة الساهرة طبعا اللي أعلن عنها سيادة المستشار لأعضاء نادي الزمالك، وهي فكرة إن هو هيحصل على أرض في العاصمة الإدارية عشان يبني فرع جديد لنادي الزمالك هناك. وطبعا ده وفقا دايما رغبة سيادة المستشار المتواصلة في التطورات طبعا على الصعيد الإنشائي اللي دايما بيكون حريص عليها سيادة المستشار. شفت برضو الخبر ده إزاي؟ هو يمكن كمان المستشار مرتضى منصور اعلن بالامس ان هو اتقدم بطلب رسمي للسيد رئيس مجلس الوزراء علشان نادي الزمالك يحصل على ارض في العاصمه الاداريه الجديده ويعمل او يعني ينشئ فرع جديد للنادي هناك. دي حاجه اكيد هتبقى خطوه مهمه جدا لنادي الزمالك، فرع جديد في العاصمة الإدارية اللي هو الصرح الكبير جدا المميز، اللي يعني خلال فترة قصيرة هتبقى الدنيا والحياة هناك شغالة كلها هتبقى هناك. صح. وهتبقى كل يعني زي ما بيقولوا كل المصالح وكل الوزارات وكل الهيئات هتنتقل للعاصمة الإدارية، فبالتالي هيبقى في حياة وهيبقى في صحيح. يعني محافظة كبيرة صحيح. أو عاصمة كبيرة. طب ده ياخدنا برضو يعني الكلام عن الفرع الجديد أو الفرع الثالث اللي طبعا لسه يعني مجرد فكرة على ورق، بس إن شاء الله هيتم تنفيذها. ياخدنا بقى إيه للمشروع نادي الزمالك اللي بدأ العمل فيه طبعا النهاردة، فرع نادي 6 أكتوبر. وفكرة الفرع الجديد لنادي 6 أكتوبر، شايف الزمالك يقدر ممكن يخلص، والاستاد كمان شايف الزمالك يقدر؟ هو طبعا أمير مرتضى قال انه هيتم، انه يعني احمد مرتضى عفوا قال انه هنحاول ان احنا نخلص الفرع في اقرب وقت ممكن. شايف الوقت ده ممكن يكون قد ايه؟ هي فكره الانشاءات نفسها يعني تحددي وقت علشان تخلص فيها، لان انت بتتكلمي في مشروع عملاق. يعني عشان اقول مثلا خلال سنه او خلال سنتين يعني صعب هتبقى ان انت تقول انت بالظبط، صعب ان انت تتوقع. ليه؟ لان انت بتتكلم على استاد كبير. يعني شفنا كلنا الشكل اللي عرضه المستشار مرتضى منصور قبل كده للاستاد، وشفنا التصور بتاع الفرع بتاع 6 اكتوبر كنادي اجتماعي. لا، حاجه هتبقى حاجه عملاقه، حاجه مشرفه، ويعني هتخلص في وقت قد ايه؟ اتمنى انها تخلص في وقت يعني خلال مثلا سنتين نكون انجزنا يعني نسبه كبيره جدا من المشروع. ليه؟ لان انت لما هيبقى عندك استاد هتبقى حاجة يعني أكثر من رائعة، جماهير للجماهير ولكل محبي وعشاء نادي الزمالك وللفرق نفسها بتاعتك. أنت بتوفر على خزينتك كتير جدا. ليه؟ لأن أنت بتأجر ملاعب وبتدفع مبالغ مالية كبيرة، فأنت لما يبقى عندك استاد وفي أسرع وقت أو في أقرب وقت أنت هتوفر كتير لخزنة نادي الزمالك. وكمان الفرع الجديد أنت بيبقى عندك عضويات جديدة واشتراكات، فيبقى مصدر دخل ومورد جديد لنادي الزمالك. صحيح. وخصوصا ان الناس كلها اصلا مستنيه الفرع الجديد ده، يعني كل لما تسال كل الزملكاويه، لا، ناس كتير قوي مستنيه وبيسالوا كمان امتى هيخلص الفرع الجديد للنادي 6 اكتوبر. هو ان شاء الله يعني بداوا النهارده على ارض الواقع، بدا الشغل وبدا التنفيذ. خطوه مهمه يعني البدايه دي، خطوه وكمان مهمه. انت شركه وطنيه كبيره المتوليه الموضوع، فاعتقد ان شاء الله في اسرع وقت وفي اقرب وقت هيكون الفرع ان شاء انتهى الله باذن يخلص الله. في اقرب وقت ممكن.